عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ معكم محمد، اليوم رجعنا لكم بفلوق جديد. طبعا يا شباب بالنسبة لهذا الفلوق راح نسوي أربع أشياء. أول شيء راح نسوي تحدي بيني وبينكم، وثاني شيء راح نسوي سيناريو بسيط راح نستكشف فيه أماكن مهجورة كثيرة وأماكن عامة بشكل عام، وثالث شيء راح نسويه راح نروح عند المسبح وراح نسوي حركات مصارعة أنا وعبد الله بناء على طلبكم طبعا، وتغيير شوي عن جو الباركور. ورابع شيء بإذن الله راح أشرح لكم حركة من حركات الباركور اسمها الداشبورد. فالحين راح اخليكم مع الفلوق. اوكي يا شباب، وكذا جينا عند النطيطة. طبعا راح يكون في تحدي بيني وبينكم، صراحة التحدي صعب ونسبة انه يضبط يمكن 30%، فلي 5 محاولات ولكم بعد 5 محاولات. اول 3 يسوون هذا التحدي يضبطونه راح احط مقاطعهم في المقطع الجاي، وراح اذكر اساميهم وارسل لهم 3 بلايز زي ما بيطلع لكم الحين صورتهم او تيشرتات يعني مكتوب عليهم بطل التحديات ماوكلي. طيب ايش هو التحدي؟ كل اللي تحتاجه غرشة موي تعبيها تقريبا للنص او للربع زي ما تشوفون هذه، وتحتاج نطيطة زي هذه او اي نطيطة عندك في البيت او سرير. فكيف نظام التحدي اللي هو فليب باتل تشالنج؟ انك تقلب غرشة الموي وتوقفها نفس ما هي، يعني تقلبها وتوقفها نفس ما هي في النطيطة او على السرير. طبعا كيف راح تسويه؟ طبعا لك نقزتين، النقزة الاولى تكون نقزة عادية والنقزة الثانية لازم تكون مع شقلبة. فالحين راح تسويه وراح تفهمونه اكثر. واذا ما تعرف تشقلب سوه وانت قاعد تنقز نقزة عادية، يعني نقزتين عاديات. فالحين راح احاول اسويه ولي 5 محاولات، فبشوف اذا انا قد التحدي او لا. هذا يعتبر اني سويته ولا لا؟ بوريكم الصور. طبعا زي ما تشوفون علبة الموية جت هنا، فهل يعتبر اني سويته ولا لا؟ لا اتوقع انه ما يعتبر. زي ما شفتوا قبل شوي صراحة التحدي صعب، واللي يضبط هذا التحدي ويسويه ادق له التحية صراحة. والله لانه مرة صعب، حاولت بس واحدة اللي جات معي حتى وقفت عند الشبك، وقفت بس انا مع الشبكة نمسكها. طيب يا شباب الحين عبد الله استناني برا، فالحين لازم اطلع له ونشوف ايش راح نسوي. اوكي يا شباب، بعد ما خلصنا من النطيطة طبعا جاتنا فكرة انا وعبد الله. يا هلا والله. اهلا وسهلا. اهلين. الفكرة اللي هي انه راح نروح اماكن مهجورة كثيرة، وراح نروح اماكن عامة بعد كثيرة، وراح نصور باركور هناك. فكيف راح يكون نظام؟ راح يكون نظام بكل دحرجة يتغير المكان، يعني راح يكون زي الانتقالات. فكيف عبد الله؟ يلا. فراح تفهمونها اذا شفتوها، فالحين راح اخليكم مع اللقطات. بسم الله، رجعنا لكم بعد ما شفتوا اللقطات اللي قبل شوي. طبعا جينا عند مكان اقدر اقول انه مهجور زي ما تشوفونه، هذا هو. طبعا الباب مقفل، عمارة مهجورة طبعا زي ما تشوفون، باب مقفل فما يمدينا ندخل الا من جهة واحدة. فبنحاول نشوف الحين دخلة او نشوف مكان انه يمدينا ننقز من شباك للشباك الثاني. صح
اوه والله ضاع بالمكان الزبده. فيلم الزومبي وشو ذا؟ شهادة عبد الله عبد الله قاعد تسمع صوت؟ عبد الله مين؟ طيب مين هذا؟ مين حارس يعني بس هذا؟ اوكي شباب، زي ما تشوفون قبل شوي دخلنا المكان، لكن صراحه ما ينفع حق الباركور مره، وما هي المكان نسوي فيه باركور، وغير كذا انه يخوف، وما اتوقع اني راح ادخله في الليل صراحه. اتوقع هذا التحدي صعب لو ادخله في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. عند المسبح طبعا اكثر شيء جانا في الكومنتات انا وعبد الله نبغى حركات مصارعه في المسبح. طبعا جبنا لكم المسبح اللي مشمون هذا هو، فيا غالي وطلب رخيص، وبنسوي ثلاث حركات لي وثلاث حركات لعبد الله، طبعا حركات مصارعه. فجاهز؟ يلا اجرب لكم القص كالعاده وبفوز انا. ايوه انت بتفوز. يلا اول نشوف. يلا اجرب القص بطبق فيك دائما افوز. فالحين راح اطبق بعبد الله حركه وهو بعدها يطبق فيني حركه. الحين بجرد موكل حقكم ذا. اوكي شباب، زي ما شفتوا قبل شوي سوينا حركات مصارعه، واضح اننا فنانين. لكن سويناها من باب التنويع، فحبينا نغير شوي من جو الباركور، فاتمنى انها عجبتكم. فالحين راح اخليكم مع شرح حركه من حركات الباركور. اوكي شباب، الحين رجعنا لكم بحركه جديده من حركات الباركور، وهذه حركه كثير طلبنا نسويها اللي هي حركه الداشبورد. فالحين راح عبد الله يسويها لان انا عندي اصابه، فعبد الله راح يسويها وبعدها راح يشرح بالضبط كيف تسوونها. اوكي شباب، زي ما شفتوا قبل شوي حركه الداشبورد. اوكي راح اقسمها جزئين، الجزء الاول راح يكون اللي هو قبل الحاجز، والجزء الثاني راح يكون من فوق الحاجز الى بعد الحاجز. فاول جزء كيف تسويه او كيف تسوي طريقه صح. فلما تركض وتجي عند الحاجز ما تكون مره قريب، يعني جوك مو ما تكون قريب عشان يمديك ترفع ركبتك، ولا تكون بعيده مره، وتكون يعني بالنص زي كذا تقريبا. واهم شيء انك لما تيجي تنقز برجل واحده، تختار يمين او يسار. انا عن نفسي ارتاح اليسار ينقز فيها، فاكون رافع ركبتي اليمين. واهم شيء صدري ما يكون على قدام، يكون متكي ورا شوي، مو مره يعني زي كذا لا، بس شوي يعني، عشان يمديني ارفع رجلي الثانيه عشان اقدر ادخلها من فوق الحاجز. فالحين بوريكم طريقه كيف تتدربون عليها. فبالجزئين هذول راح اوريكم كيف الطريقه بالضبط، عشان بالبدايه كيف تتدربون. فاول شيء تجون تركضون زي كذا، تجون توقفون فوق الحاجز بس زي كذا، اقعدوا عيدوا تكرار لين ما يصير تتعودون على الحاجز. واهم شيء يكون حاجز
منخفض شوي اكثر من كذا، يعني يكون وصلك تقريبا لهنا لين عند تقريبا فوق ركبتك بشوي عشان يمديك تدرب عليها بداله. اوكي الحين الجزء الثاني من الحركه اللي هو راح يكون فوق الحاجز، لما تجي رجولك فوق الحاجز. فاهم شيء الحين وش تسوي؟ انك تستخدم يدينك تحطها تحتك علشان يمديك تدف وتبعد. فكيف تدربون عليها؟ راح ندرب عليها من البدايه. خلوكم قاعدين على الحاجز وقلسوا زي كذا، ابدوا تكرار 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 لين ما تتعودون، ان تتعودون على الدفع اللي زي كذا. اوكي اختصار الحركه وزبدتها على قولتهم، ترى هي سهله مره بس يبغى لها ممارسه وراح تضبطونها على طول. فاختصارها كيف؟ اول شيء تجون طايرين وتجون عند اللي هو الحاجز، صدركم يرجع ورا، تنقزون برجلكم كانكم تنقزون من فوق الحاجز، اللي هي التمرين اللي زي كذا. عرفت هذا التمرين؟ زيه. فتجون كانكم تنقزون، اول ما تنقزون كانكم تنقزون الحاجز، بس اللهم انكم تستخدمون يدينكم عشان تدفون. فاول ما تجون من فوق الحاجز تدفون. وهذه هي. صراحه سهله مره بس يبغى لها ممارسه وراح يمديكم تضبطونها. فهذا هو كان شرح لحركه الداش فولت، واتمنى انكم استفدتم. الحمد لله تونا راجعين البيت، والحين جاء الوقت ان نشوف المقاطع مع بعض اللي ارسلتوا لي اياها. اخترت 4 مقاطع، فخلنا نشوفها مع بعض ونعلق عليها انا وعبد الله. جاهز؟ يلا يلا يلا. بسم الله. اسلم في البيت هذه. والله في الدولاب في البيت. بس والله هني طلع. بس برضه بنفس الوقت لا 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 تسوي زي كذا، لا لا ما ينفع والله ما ينفع تسوي زي كذا في البيت، لا قدر الله ولا صار شيء يمكن يطيح عليك الدولاب. فانتبه على نفسك وحاول قد ما تقدر توفر مكان سلامة لك. والله بصورة منخفض شوي، بصورة منخفض من جد، مو على طول دولاب على طول. بس بطل والله، يعني شيء كويس ان عندك الحماس هذا والدافع هذا. ما شاء الله ما شاء الله والله بطل في جنبه. والله عندك ما شاء الله ارتقاء، محتاج نعلق. والله محتاج نعلق بطل والله، بس استمر وحاول انك تتطور اكثر واكثر وتعلم حركات جديده. فالحين نشوف المقطع الثالث مع بعض. ما شاء الله مبين صغير صح. بعيد المقطع دقيقه. اي والله صغير ما شاء الله والله بطل والله ما شاء الله والله ما شاء الله عليك. ما يحتاج تعليق صراحه، والله ما تحتاج تعليق والله. بخطوتين بعد بخطوتين بعد سويتها، و ما ادري ايش اقول صراحه. انا متاكد ان عندك حركات اكثر من كذا وعندك اشياء احسن صراحه. إن والله انك بطل والله العظيم. لما اشوف ناس صغار زي كذا يسوون باركور ويسوون حركات حلوه صراحه انبسط مره، لان ادري انه يعني بعد 5 سنوات 6 سنوات راح يسوون شيء خرافي وراح يعني ما ادري بيطلعون ابطال. فخلونا الحين نشوف المقطع الرابع مع بعض. هذا برا ايوه برا حلو. مو واضح ترى الصورة عالية والله صح؟ ايه. هي حلوة لكن ما استخدمت التكنيك حق الورن، فحاول انك تستخدم رجولك، انت ما استخدمت رجولك اصلا. فيوم جيت طلعت السور طلعت كذا بس وتعلقت بيدينك وحطيت كل الوزن على يدك. فكان يمديك انك تخفض او تخفف من هذا الشيء وتستخدم رجولك وتطلع بكل سهولة، يعني حتى ما تستخدم كوعك اصلا لما تجي تطلع. فهنا يا شباب وصلنا نهاية الفلوج، فاتمنى اذا الفلوج نال اعجابكم، لا تحرمونا من دعمكم. فمان الله فمان الله. 8 هذا يا جماعة الخير وانا قاعد اشرح فجأة كلب. والله شكله مسعور عبد الله صح. يا ولد ما يخاف، اول مره اشوف كلب ما يخاف. جو 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 وي. السلام عليكم. السلام عليكم، احنا نشرح جانا كلب. الله